هعمل معاكم وصفتين، مش بس وصفة واحدة، وصفات خطيرة جدا لتبييض وتطويل الأظافر في 3 أيام بس، يبقى عندك أظافر طويلة جدا وقوية وبيضاء زي ضوافر الأميرات. الوصفة دي هتجيب معاكي نتيجة من الآخر لو انتي فرحك قرب. السلام عليكم ورحمة الله، ان شاء الله راجع لكم بفيديو جديد، وصفة جديدة. وصف النهاردة وصفة رهيبة لتبييض وتقوية الأظافر وتطويلها في 3 أيام بس، هتحصلي على ضوافر طويلة جدا وبيضة زي ما انتم شايفين. دي ضوافري، انا بقالي اسبوع بس بعمل الخلطه دي وطلعت كده، بس ده يعني اتكسر، كنت بعمل بشيل حاجه تقيله فاتكسر مني. ده شكل ضوافري بعد اسبوع بالظبط من الوصفه. هتجربي الوصفه دي، هتدعي لي عليها من ثالث يوم او من تاني يوم كمان هينمو عندك ضوافر طويله جدا. قبل ما اقول الوصفه، ما تنسوش تدعموني باللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. اول حاجه مبدئيا كده قبل ما اعمل الوصفه بتاعتي يا بنات، هجيب كده ليمونه بالشكل ده وهقسمها لنصين. خدت كده الليمونه وهبتدي ان انا افرك، يعني قبل ما اعمل الوصفه هتعصري الليمونه كده على ضوافرك بالشكل ده كويس جدا. الليمون بقى مفيد جدا للضوافر يا بنات، بيحتوي على فيتامين سي اللي بيساعد ان الضوافر تنمو بشكل صحي وطبيعي، بيزيل اي صفار موجود في الضوافر، يعني عامل تبييض قوي جدا وبيطور الضوافر وبيقويها وبيمنعها من الهشاشة والتكسر. فانا عملت كده، فركت بالليمونة. هسيب بقى خليط الليمون ده كده لمدة بالظبط من 5 دقايق. بعد ال5 دقايق هغسل ضوافري وابتدي بقى اعمل معاكم الوصفة التانية. الوصفة بقى التانية، هجيب كده طبق والمكون الرئيسي معايا في الوصفة النهاردة وهو الفازلين. اي نوع فازلين عندك، انا بفضل ده، اي نوع فازلين عندك تقدري تستخدميه. هاخد منه الفازلين يا بنات من افضل المكونات اللي ممكن تستخدميها لضوافرك بشكل طبيعي، رهيب جدا يا بنات ومفيد جدا للضوافر، بيساعد بشكل كبير على ترطيب الضوافر وتبييضها، تقويتها جدا جدا، بيخليها ما تتكسرش بسهولة، بيقيها من التلف والتكسر وبيبيضها جدا جدا. يعني انصحكم تجربوا الوصفة دي بالفازلين، من اقوى الوصفات واسهل الوصفات، وطبعا الفازلين ده رخيص جدا مش هيكلفك اي حاجة، لكن بصراحة هو اللي جاب معايا نتيجة كده. هاخد من الفازلين معلقة صغيرة بالشكل ده، وتقدري تضاعفي الكمية لو في حد هيعمل معاكي، بس انا يعني الكمية دي تكفي للايدين. خدت كده معلقة صغيرة من الفازلين. تاني مكون بقى معايا زيت الزيتون، يكون زيت كويس. لو مش موجود معاكي زيت الزيتون تقدري تضيفي اللي هو زيت جوز الهند، لكن مفيش غنى عنهم. يعني لو مش موجود زيت الجوز الهند استخدمي زيت الزيتون، مش هينفع اي نوع زيت غير دول. انا بصراحة بفضل زيت الزيتون جدا، زيت الزيتون جدا مفيد جدا للضوافر الضعيفة والمشققة الهشة، يحافظ على قوتها وبيضها ويعني يمنعها من التكسر. هاخد من زيت الزيتون ده معلقة صغيرة وهمزج المكونات لحد ما احصل على قوام كريمي بالشكل ده. بقى معايا خليط كريمي، بقى الخليط كده جاهز. هتحطي الوصفة دي يا بنات قبل النوم، يعني مهم جدا تعملي قبل النوم عشان تجيب معاكي مفعول اسرع. بالشكل ده على كل ضافر هتحطي الخليط ده، الخليط ده رهيب جدا بجد، اللي مش هتجربه فايتها كتير جدا. على كل ضافر بالشكل ده اهو، وهتسيبيه يا بنات طول الليل. طبعا ما تضايقيش منه ولا ليه ريحه ولا هيوسخ الدنيا، مجرد دقيقه بس هينشف معاكي. هتسيبيه طول الليل، هتصحي تتفاجئي بضوافر طويله جدا ناعمه وبيضه وقويه جدا ومش صفرة ابدا بالشكل ده. هتكرري الوصفه دي يا بنات كل يومين، يعني كل 3 أيام، يعني 3 مرات في الأسبوع لحد ما تحصل على النتيجة المطلوبة. بعد كده تقلليها بالتدريج عشان ضوافرك ما تطولش عن كده.
في نصيحة مهمة جدا لأصحاب الضوافر الضعيفة، البسي جلافز قبل ما تشتغلي في أي شغل في البيت، لما مثلا تمسكي كلور أو كده لازم تلبسي جلافز، لأن الكلور بيدمر الضوافر. كمان تاخدي فيتامين اسمه البيوتين، ده بيقوي الضوافر جدا وبيطولها. تاخدي بالك من الحديد والكالسيوم، وتاكلي كويس عشان سوء التغذية بيأثر على الضوافر. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، سوش بقى اللايك والشير عشان الكل يستفاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.